A laser light impinges on the top surface of a 6 cm thick parallel glass ومديني ال N 1.62 at an angle of 40 degree الزاوية اللي هنا. What is the deviation angle for this laser light incident from air onto glass؟ يعني عندنا N air في sin theta air مدهاني الاتنين دول عندي هيساوي ال N glass في sin theta glass اللي هو عايزها. الثيتا دي بتلاتة لا بأربعين درجة وال N ايه بواحد بلس 1.62 اذا شيفت ساين واحد ساين 40 تقسيم 1.62 اداني الزاوية ثيتا في الجلس اللي هي الزاوية دي بتساوي 23.4. calculate the length of the actual path يعني عايز المسار ده ولو مدينا كده شوية نقول ده على ده يساوي كوساين 6 سنتيمتر على ال اللي هو ده هيساوي ساين ثيتا جلاس معنى كده هقول ستة لا كوساين ثيتا جلاس مجاور ستة تقسيم كوساين الانسر اذا ال يساوي ستة خمسة اربعة سنتيمتر.